بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكماله وقوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة يعني كاملة قوية. لذلك فسر الصدق بإيه؟ زي ما قلنا: خذوا ما آتيناكم بقوة. يقول كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة يعني جازمة لا تنثني، وكذا قولهم حلاوة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. حصول الشيء وتمامه وكماله وقوته. ومن هذا أيضا صدق الخبر، لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. يسمع شيء فيتصور المخبر عنه كاملا على حقيقته. فالتمام والوجود نوعان: خارجي وذهني. في الخارج في الحقيقة وفي ذهن الإنسان. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه، تصور وضع معين فحصل له التصديق والخبر صادق. أنت أخبرته بخبر هو صدقه فحصلت له الصورة في ذهنه كاملة. ومن هذا وصفهم الرمح لأنه صادق الكعوب إذا كانت كعوبه صلبة قوية ممتلئة. هذا التعريف الذي يخبرنا بالفرق الذي ذكروه بين الإخلاص والصدق. الإخلاص يعني توحيد المراد كما ذكروا، والصدق توحيد الإرادة أن يكون كاملا، تكون في كل عمل من الأعمال أن يكون كاملا تاما قويا بكماله وكمال واجتماع أجزائه. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى صدق القصد. صدق القصد أنه صادق في أنه يريد وجه الله. ولذا ذكر الله المؤمنين فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صادقين يعني إرادتهم وجه الله عز وجل جعلتهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهم مستمرون في الطلب لا ينثني طلبهم. صدق القصد، وبه يصح الدخول في هذا الشأن ويتلافى به كل تفريط ويتدارك به كل فائت ويعمر كل خراب. يعني من شأن نفسه كل ما كان من تفريط مضى فرط في الواجبات يتلافاه، فرط بفعل المحرمات يعني يتلافى ذلك أيضا بالتوبة، يتدارك به كل فائت، كل ما فاته من الخير يحاول أن يضاعف جهده الآن ليستدركه، يعمر به كل خراب من نفسه. إذا كانت في أجزاء من حياته ما زال فيها خراب، ما زال فيها بعد عن ذكر الله، أوقات من عمره تضيع هباء منثورا يعمرها بذكر الله ومحبته وطاعته. يقول: علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، ولا يصبر على صحبة ضد، ولا يقعد عن الجد بحال. علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهد. يعني نفسه تقول له: ما هتسيبك بقى الفكرة صعبة، ما تنال حظك زي ما الناس كلها بينالوا حظوظهم. لا، ما يستحملش التفكير بالطريقة دي، لا من نفسه ولا من غيره. يعني واحد يقول له هلم إلينا، ما يستحملش واحد يقول له هلم إلينا.
من اللي بيقولوا ايه، ما تخليك بقى في السكة السهلة وبلاش السكة الصعبة، بلاش سكة الخطر دي. يقول انه لا يتحمل داعية تدعو الى نقض عهد ولا يصبر على صحبة ضد. يعني كل من يبعده عن قصده ابتغاء وجه الله، السير في طريق الله، اصلاح نفسه لله عز وجل، الضد ده كل من يصرفه لا يصبر على صحبته، ممكن يكون اهل او مال او ولد، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ممكن يكون اصدقاء واخلاء، لازم هو زي ما حذر ان في حد هيمنعه ويشغله عن طاعه ربنا من اهله وماله وولده، وكذلك هو لن ينشغل بصديق او صاحب يثني عزمه عن طاعه الله، ولا يقدر على ان يقضي وقتا بمن يشغله عن طاعه الله، ذاك لا يصبر على ذلك. يبقى نظره في وجوه اهل الفساد وصحبتهم يعني امر ثقيل جدا على نفسه، سرعان ما يفر منه لا يحتمله. خلاف مثلا ناس قاعده ليل ونهار مع بعضهم على معصيه الله، كل منهم يضاد المقاصد الشرعيه ويعين عليها، قاعدين على القهاوي، قاعدين في اماكن الفساد، يصاحبون بعضهم بعضا على فعل الفاحش والمنكرات وشرب المخدرات وذكر العورات، نعوذ بالله. فبيستحملوا بعض ازاي؟ الا ان الفطر قد فسدت. الانسان لو الصادق بقى اول ما يتواجد في بيئه زي كده يفر منها فرارا، نسال الله العافيه. ولا يقعد عن الجد، لا يتحمل داعيه تدعو الى نقض عهد ولا يصبر على صحبه ضد ولا يقعد عن الجد بحال. يعني لا يتوقف عن الجديه، عن القوة في العمل. وبالمناسبة يعني الأعمال بالخواتيم، فالنفس التي لم تتعود الطاعة ونفوسنا كذلك، إذا أنجزت شيئا شعرت بأنها قد حققت الكثير، فيبدأ الفتور مباشرة. من بعد 27 تلاقي الناس عندها إيه؟ فتور، لغاية يوم 30، وبعد 30 الشياطين وصلت، ونعوذ بالله. عشان كده أقول للإخوة جاهدوا في الثلاثة الأيام التي بعد، يعني من أول يوم ليلة العيد، اللي يعديهم إن شاء الله مواظبا على الخير يرجى له أن يستمر. الشيطان يعني قاعد متكتل دلوقتي مستني لحظة الانطلاق حتى يفسد على الناس عزائمهم وجدهم. النفوس الضعيفة من الآن بدأت تضعف، ولذلك نقول الأعمال بالخواتيم. الليلة آخر ليلة متيقن أنها من رمضان، وهي ليلة وترية، غدا مشكوك في أنها ستكون من رمضان أو لا، وهي من الليلة من ليلة الأوتار، ونجتهد إلى أن يتم رمضان على الخير وعلى العزيمة الصادقة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. يقول ابن القيم يعني بصدق القصد كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، يسلك إلى الله، يعني يسافر يسير إلى الله، وميل شديد يقهر السر، يقهر باطن الإنسان على صحة التوجه، عنده رغبة قوية جدا، وده معنى صحة القصد، صدق القصد. ميل شديد يقهر السر، يقهر الباطن على صحة التوجه إلى الله عز وجل، فهو طلب لا يمازله رياء ولا فتور، لا يريد غير وجه الله، ولا يفتر عن طلب مرضات الله، ولا يكون فيه قسمة بحال. القسمة دي معناها جزء لربنا وجزء لغيره، زي ما يعني الشيخ سيد عبد الله يقول اللي بيتكلم على الانفصال المريب، يعني يقول ساعة وساعة، ساعة الأبد ساعة الرب، وفي حديث صحيح ساعة وساعة، لكن الاثنان لله عز وجل، مش في ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لربك تعبد فيها ربنا ولقلبك تعمل فيه اللي انت عايزه، لا، ولكن ساعة تعبد الله فيها صرفا، وساعة تعطي النفس حاجتها عبودية لله عز وجل فيما أحل الله سبحانه وتعالى. فأما
يعني القسمة، بمعنى ان في جانب من الحياة لله وجانب لغير الله، انا اعوذ بالله. ودي قضية يعني الملتزم وغير الملتزم. الملتزم في التطبيق العملي، وغير الملتزم بيأصلها ان هو عنده اوقات لله ممكن تكون جانب من جانب حياته، ممكن ساعات يبقى الجانب ده صغير جدا، رتوش الجمعة اليتيمة مثلا، صلاة العيد، هو ده اللي عنده لله. المناسبات، واحد تاني كل اسبوع، واحد تاني بيصلي ولكن خارج المسجد حياته مختلفة تماما، ليست لله عز وجل. واما الذي ليس عنده قسمة فقد قال عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى المحيا لله والممات لله، الصلاة لله والنسك لله، الكل لله لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يكون فيه قسمة بحال، ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به، يتلافى به كل تفريط. يقول: فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول، وقطع كل سبب يحول بينه وبينه، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والسهوة، ولا حول ولا قوة، ويعمر منه ما خربته يد البطالة. البطالة إنه قاعد بطال ملوش عمل، ما ليضيع وقته بلا فائدة، بفضل ان هو كان بيضيعها في المعاصي. فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، الغفلة عن امر الله، عن مراد الله منا، والشهوات التي يعني اذا غلبت على القلب اوقعته في الحرام. فيعمر منه ما خربته يد البطالة، ويوقد فيه ما اطفأته اهوية النفس. الهوى يطفئ النور في القلب، فهو يرجع يوقد في القلب، ينير، يستنير، يعني يجعل هذا القلب يستنير مرة ثانية بنور الله عز وجل بالقرآن العظيم بعيدا عن أهوية النفس، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة. الإرادات المتفرقة، أصبح شاعث، الشعر الأشعث اللي هو إيه؟ رايح في كل حتة. فالقلب إراداته لما تكون في كل حتة عايز من دي وعايز من دي وعايز من دي وعايز من دي، وهو لا يمكن أن يكتفي بشيء، عايز من كل حاجة مش هتتحقق له حاجة إلا أن يريد وجه الله فيجمع الله له شمله. وإيه سبب الشعف في القلب؟ إيه سبب التفرق وعدم الجمعية؟ إنه هو فرط وأضاع ما أمره الله عز وجل به، وأضاع دين الله، وأضاع نصر دين الله، وأضاع العمل به ومن أجله، فعند ذلك تشعث قلبه وأصبحت له إرادات متنوعة ومتعارضة ومتضادة، عايز حاجة وعايز حاجة ضدها، ونسأل الله العافية. يقول: ويسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق. يعني في لصوص للقلوب وسراق للقلوب يفسدون، يأخذون منها نصيبا لأنفسهم، يعمرون يعني يملؤونه بالمنكرات والعياذ بالله. الدعاة على أبواب جهنم وأهل البدع والضلال وما يحب ومن يحبهم الناس على معاصيهم وفسادهم. الناس بيحبوا مثلا رأس في البدع والضلال، الناس بيحبوا مثلا رأس في الهوى والشهوة، واحد بيحب مثلا مغني معين ولا مغنية معينة والعياذ بالله، أو شكل معين، هم دول لصوص وسراق. القلب الذي خلق ليكون عامرا بالله عز وجل أخذه هؤلاء السراق، اللي بيعشق مثلا امرأة معينة، اللي بيحب المال جدا لدرجة أن هو يبيع دينه لأجله، كل دول لصوص وسراق نهبوا القلب. فالصدق يجعله يتلافى كل تفريط ويتدارك كل فائت. يقول: ويزرع منه، يسترد منه ما نهبته أكف اللصوص والسراق، ويزرع منه ما وجده بورا من أراضيه، ويقلع ما وجده شوكا وشبرقا في نواحيه،
بيفتش لو في اجزاء خريبه من القلب مش متعمره بحب الله ومعرفته يملاها، ان في حاجه في ارادتك لا ما زالت غير متوجهه الى الله عز وجل، لسه في حظ للنفس، لسه في رغبه في حب الرياسه مثلا او في حب الجاه لدى الناس والمدح لدى الناس، يوم هو دي ارض بول فاسده فلا بد ان يعمرها ويقلع ما ولده شوكا وشبرقا. الارادات الفاسده ينزعها ويفتش عن الامراض الباطنه، الحسد، الحقد، الضغينه للمؤمنين، التنافس على الدنيا معهم، يقعد يفتش في هذه الامور لان دي هي التي تؤدي الى اعمال كثيره جدا مما يشهده الناس وان كانت مغلفه باغلفه من الموافقه في الشرع احيانا، لكن سببها وجود هذه الارادات الفاسده كما قال الله عن اليهود: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبنى لهم الحق. قلنا فرعون اساسا ايه اللي خلاه يعني يعادي سيدنا موسى كده؟ الحسد، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا اكاد به. فلو الانسان ترك الشوك والشبرق، الشبرق ده زي الشوك كده في نواحي القلب، افسده وادى الى ظهور الاعمال المنكره. يقول: ويزرع منه ما ولده بورا من اراضيه، ويقلع ما ولده شوكا وشبرقا في نواحيه، ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب، ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء، ويغسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لا أحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغا له، فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من جميع الكدورات قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم، فإنه لا يجاور الرحمن قلب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبدا، ولا بد من طهور، فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهما، والله المستعان. وأما ما مات على الشرك، من مات على الشرك فلا يمكن أن يتطهر فيظل في النار أبد الآبدين، نعوذ بالله. قوله: علامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد، يعني أن الصادق حقيقة هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والسير إليه والاستعداد للقائه، ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه، لا يحتمل داعية تدعو إلى نقض عهد، زي ما قلنا لا من داخل نفسه ما يستحملش التفكير في حاجة تقول له نفسه سيب الطريق إلى الله، ولا يستحمل واحد يقول له هذا الكلام، لا صديق ولا عدو، ولا يصبر على صحبة ضد. الضد عند القوم هم أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله، وأضر شيء على الصادق صحبتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبدا إلا جمع ضرورة، يعني اضطر جمعهم أمر ضروري فصحبهم مؤقتا، وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه. الشبح يعني الشكل في الجسم، يعني هو موجود بجسمه معاهم مضطر في مثلا كسب ويعني عمل او في يعني اي ضروره من ضرورات ماشي سار في طريق، او انه جمعه معهم وجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر، فهو يكون صاحبا لهم في تلك الحال بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، فان هذا لما استحكمت الغفله عليه كما استحكم الصدق في الصادق حست روحه بالاجنبيه التي بينه وبينهم بالمضادة، فاشتدت النفرة وقوي الهرب، وبحسب هذه الأجنبية الشعور بأنه أجنبي أنه غريب عن الناس دي وإحساس الصادق بها، بحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضداد، فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق
أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه، ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك. هو ممكن يكون شكله أنه بيتكلم من أهل الدين، بس لسانه أصلا إذا نطق عن قلب مليء بالغفلة والرياء والكبر يظهر ذلك، والصادق يعرف هذا الأمر وإن لم يتكلم. يعني هو ما بيتهمش الناس على بواطنهم، ولكن يعرف أن هذا من الأضداد فيفر من صحبته. يقول: فنفر قلبه منه، وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر عليه، فينفر منه أيضا، فإن قلب الصادق قوي الإحساس، فيجد الغيرية والأجنبية من الضد، ضد هم أهل الغفلة وأهل الشهوات وأهل قطاع الطريق على الله، من يصد عن سبيل الله. دي أمور يعني تدرك لا يتكلم بها، لا يتكلم بها، لا دي ده في فرق سوء الظن معناه أن واحد لا يعرف منه سوء فأنت تسيء الظن به، لكن ده كلامه عرف منه ذلك، هو قاطع طريق. أمور يعني تبدو ذكرا وليست بذكر. يعني أقول لك أنا لما الواحد نلاقي مثلا حضرة بتوع الصوفية اسمها ذكر، نبقى احنا أحسننا الظن بيهم؟ لو قلنا ده نفرة وننفر منها، نقول أعوذ بالله، بتوع الطبل بتوع كل يوم دول كل يوم يمشوا بالليل الساعة 2 يطبلوا طريقة صوفية، تسمعوهم طبعا مش كده؟ ها؟ ده بيعملها مش بتاع، ده بتاع بالصدقات. هتلاقي لا المهم بقول لك انا ما هو يكون في علامات على ذلك. يعني انا بضرب مثال، قلنا مثلا الذكر بالطريقه البدائيه مثلا، تلاقي على سبيل المثال واحد قارئ عمال اثناء القراءه يتكلف انواع الايه؟ التنغيم الذي يخرج عن الخشوع، وده بيتحس والله. هتلاقي واحد عمال يحسن الصوت جدا والناس عماله تتمايل معاه وهو ايه؟ ما بيجيبش خالص. تسمع حتت كده من قراء تفضل الايه لازقه في تاثير في القلب، حتت كده عجيبه الشكل والله في بعض المقاطع، وانت تلاقي الشيخ نفسه احيانا اللي بيقرا ده تلاقي مقاطع مؤثره ومقاطع ايه؟ عجيبه كده ملهاش طعم، وهو نفس القارئ بس كان بيقرا في حته بحال وكان بيقرا في حال ثانيه. فالصدق ده حاجة ما بين الاثنين مع بعض، يعني من غير اتصال حسي، لكن بتصل القلوب إلى ده. أو مصليا، واحد بيصلي وعلى سبيل المثال عمال يصلي طالق ناسا على طول مثلا، أو حاجا تلاقي الناس في الحج اللي عمالين يضحكوا ياكلوا ويشربوا شاي وياكلوا برتقال، في مش قصدي يعني ده حرام، بس في كل حاجه لها ايه وقتها. هو ده بيشرب سجاير، واحد تاني واقف عمال يتصور واخد بالك عشان ياخد الصوره، يقول له طب بص لي اعمل لي كده طبيعه البتاع كده مثلا، يعني واخد بالك الامر ده وارد جدا. يعني انت تعمل ايه ساعتها بقى؟ هتقول انت اسأت الظن؟ انت ما اسأت، هو بيحج اهو واقف يحج معاك، ويوم عرفه وهو عمال يعمل كده واخد بالك، تلاقي ضايع وقته في غير ذلك وعمال يضحكوا ويقولوا نكت. مش بهزر والله، ده كان حاصل بيحصل فعلا، والرغي طول النهار، وبعد كده تعالى عم الشيخ العلم، تعالى عم الشيخ العلم، يجيبوا الشيخ اللي هو جايبينه في البتاع، ممكن يكون دافعين مبالغ كبيره جدا عشان الشيخ ده يجي معاهم، ويقعد نص ساعه بقى ايه يقول ادعيه مسبوعه، واخد بالك؟ وانا بسمع ادعيه متسجله بقول اللهم سجلوها ليه لي؟ دي حجه على دعاء. هو بيدعي ادعيه عجيبه الشأن صراحه، يعني ما تحسش خالص ان هو بيدعي، عمال يجيب سجع وخلاص. فنفور القلب ده امر محسوس. نعم ايوه بالظبط، يعني في حاجات بتعرفه رغم مش مجرد ان هو يعني يقول: فان قلب الصادق قوي الاحساس، يجد الغيرية والأجنبية من الضد، ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة،
فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس فلا يأنس به إلا تكلفا. لما يقول له أهلا وسهلا ازيك ويقوم كده متكلف علشان ضرورة العمل علشان الحال اللي هو إنا لنبص في وجوه أقوام وقولوا هنا تلعنهم كما قال ابن مسعود وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أكل عشيرة فلما دخل ألان له الكلام. بس هو في الحقيقة إيه؟ في انغلاق. فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة. تلاقي مثلا الناس في مسائل العلم ما لهمش إلا ما ينفع ما يسألش في مسألة مثلا ولا يتناقش مسألة إلا مسائل جدل عقيم لا فائدة منها. ده وارد جدا تلاقي عمالين يسألوا في مسائل مثلا علم الكلام وموجودة في كتب الإيه؟ حتى مثلا أهل السنة وابن تيمية ما دخلش في مسائل علم الكلام. لا في كتاب مسائل كتيرة في كتبه يرد على أهل الكلام محتاج لذلك صاحبهم صحبة الضد ده. في ناس بقى ملهاش إلا إيه؟ إلا المشاكل دي. يعني في يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تنفر الناس حتى من علم التوحيد. وفي الفقه يجيبوا المسائل المعقدة الصعبة التي لا عمل من ورائها ويقول لك إحنا بنناقش الفقه وهكذا. السلوك بقى كلكعه الصوفيه الكتير اللي هي الحته دي على فكره من الحتت الجميله جدا في الكتاب. يعني في حتت في الكتاب بمنهج السالكين اللي هي طبعا كلام منازل السائري هو الراجل حاجات كده جابها جميله جدا على طريقه السلف وشان الكتاب باشياء مؤذيه اللي هو صاحب اللي هو الهروي حط حتت كده صعبه للغايه. فممكن الناس تقعد ايه تتكلم حوالين الكلام المنكر ده. احنا بنحاول نعمل مصفى ناخد ما ايه ما ينفع. يقول فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه او يحتاج اليه في مصالحه كالزوجة والخادم ونحوه ولا يقعد عن الجد بحال. يعني انه لما كان صادقا في طلبه مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع أحواله فلا تراه إلا جادا وأمره كله جد وأمره كله جد. لكن بنقول عشان ما تيأسش لو وجدت نقصا في الجد في أوقات غير أوقات فلا يعني ذلك أن تيأس. الشيطان عايز ينزلنا لغاية ما نوصل للصفر. فبقول انت بعد 10 الأواخر هتلاقي في انا النوع من الايه من النزول. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما يجتهد في غيره وفي رمضان ما يجتهد في غيره. بس المهم انت ما تنزلش ما ترجعش تاني عشان كده بقول لك خد بالك من الثلاث ايام الاولاني. مش الثلاث يعني اقصد تحديدا لكن الفتره الاولى حاول ما تنزلش حاول تقاوم ان النزول يبقى فوق خط الصفر النزول يبقى عالي برضه. والناس اساسا تفاؤل في واحد بيبقى طالع ونازل فوق واحد تاني نزل تحت وفي ناس واحد بينزل تحت الصفر. يعني تخيل كده الرسم الباني ده في قلب نازل كده وواحد تاني انحرف والعياذ بالله وساعات يرجع تاني بس ده عمره ما هيرجع ايه الا ان شاء الله عز وجل. وفي واحد بينقص بس بينقص حته صغيره ويطلع حته تانيه وينقص حته تانيه ويطلع تاني وحاله مستقر بفضل الله عز وجل. فده الجاد وإن حصل بعض النقص في بعض الأحوال إلا أنه يداويه بسرعة ويرجع إلى جده واجتهاده. قولوا قولي هذا.